يقول: بعض بلاد المسلمين تشتهر فيها دور البغاء وتشرف الدولة عليها وتعطي البغايا أجورا على البغاء، ومعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البغي أو عن هذا. مهر البغي، نعم مهر البغي. نعم عن مهر البغي، اي نعم، فماذا تقولون في هذا؟ لماذا يعني توجهون حول هذا الذي يجري يعني في هل بلاد يكفر المسلمين؟ الحاكم بهذا او ذلك؟ نعم هذا ليست اول مخالفة من هذه القوانين. بلا شك هذا نوع من الكفر، فقد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. فمن يشرع هذا القانون على أنه جائز ومباح فهو كفر يخرج صاحبه من الملة، أما من يشرعه كأولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق، كالسرقة والسرقة المقننة كالبنوك مثلا، فكل هذه الأشياء هي محرمة إسلاميا، فمن استحلها ولم يعترف بتحريم الشرع إياها فهذا كافر مرتد عن دينه، أما من استحلها معترفا بمخالفتها للشريعة فشأنه شأن الذي يزني والذي يسرق والذي يستغيب وينم وإلى آخره، كل هذه معاصي لا يخرج بارتكابها من دائرة الإسلام ما دام لا يزال يتمنى عقيدة حكم الإسلام، فإذا لم يتبنى هذه العقيدة فهو حين ذاك كافر.